مع كل الفنانين كان حاجة تجن، وعليهم كان دايما يزن، لكنه أحلى مذيع وكله فن. مع عمرو رمزي 3 2 1. جدا مبسوط جدا من اللي انت عملته في نفسك. الحمد لله. قولها لي كده، كنت قولها ازاي؟ ايه دي 3 2 وين اخر بتاعت ايه؟ لا لا بجد، في حد كده وين؟ في حد بيعمل كده؟ لا لا، انت كنت قولها ازاي بجد؟ يعني حاجه غلس. فاكره انت؟ فاكره انت؟ ها، عارف الغلاسه؟ انت كنت الغلاسه بنفسها. وانا انت فعلا، انا كنت متماسكه جدا، وعايزه اقول لك كل الناس في الحلقه بتاعتي قالوا لي انت محترمه ومؤدبه جدا. ايوه بس اغني لك وشعري يقف اللي هو بقى بعمل ديستورشن، مش عارفه اعمل ايه. المهم انت بتروح كل افراح الناس، انا ما فيش فرح في حياتي رحت غير لما الاقي عمرو واقف في الدايره، واقف في الدايره ومهيز وبتذيع، وانا بقى في الناحيه دي وانا في الناحيه الثانيه وشاور على ازيك. بس اول ما الاقيك في الافراح قدام الناس كلها قلت لها طب ايه؟ طيب ما مش ممكن وبجد وبتهيص تهيص. ما اصل انت صادف بتقابليني في اصحابي، اصحابي يعني ناس، وهم اصلا بيبقوا ناس طايره، فالحمد لله بتبقى اول واحد في الدايره يا عمرو. كل ما اروح اقعد والله يجيبوني، يعني هم مفكروا ان انا رايح اكل يعني ف مش عيب على فكره. عشان كده خاسس ومظبط، بتروح تخسس في الافراح. اه طبعا ساعتين عملت، فلازم اساسي طبعا. شكلك بتحب الضحك والهزار غير اللي احنا شفناه في التلفزيون خالص. ده واحد راح عزا واتطرد هو وابن المتوفي. انت مين اللي قال الكلام ده؟ المتوفي؟ عارف صعبة لما الواحد يطرد هو وابن المتوفي؟ بتعمل ايه؟ لا احنا كنا نستاهل بصراحه. عملت ايه يعني؟ هو الراجل الله يرحمه، الله يرحمه كان ظريف يعني، فكان مغلب ابنه قوي، فاحنا يعني الحق ابو حازم مات فنجري بتاع كده. رحنا خلاص حازم، خلاص يا حازم شد حيلك وبتاع يا اخي اجمد كده حتى عشان اخواتك البنات يعني، خلاص بتاع واقفين على التربه، فالناس بيدفنوا، فهم بيحطوا اخر سلمه كده، فقال لهم اجمدوا يعني حطوا اسمنت زياده لا يطلع تاني. فيعني ده هو ابن المتوفي، فبوظها خلاص بقى. ابيض معقول؟ بس خدي بقى عندك شويه دول لغايه بقى العزا بالليل، فكل اللي داخل بنضحك عليه طبعا، كل الناس واحد واحد، اي حد بيعمل اي حاجه، اي حد لابس اي حاجه حتى لو عادي، بس خلاص بقى. فبدا هو يضحك بصوت عالي قوي، فبدانا نتفضح، فاخده في حضني واعمل انه بعيط اطلب عليه اقول له بس بقى يعني، وبعدين ما كلنا هنموت، واعطب عليه وهو ميت من الضحك. ايه ده؟ فجاء عمه بيطبطب عليه بيقول له اجمد بقى مش عارف ايه، فدور وشه لقى قال له بره، قال له بره، وطردنا. طلعنا يعني اول ناس تطرد في التاريخ متهيألي من عزا يعني، خرجنا شله كده قفانا قمر عيش طبعا ورا بعض ورا بعض خلاص. انت كمان انت والشله؟ طبعا. وخدناه بقى سهر يعني، رحنا رحنا سهر يعني، لا يعني رحنا صبرناه يعني. عايز اعرف مين اول حد كلمك هنأك بالبرنامج بتاعك؟ كلمني ناس من الكويت اصحابي قالوا لي عريتنا، فقلت لهم البلد كلها بتشتم فيك، فقلت انتوا مكلميني ليه؟ ايه الاحباط ده يعني؟ مكلميني ليه؟ فكانت صدمه بالنسبه يعني بالنسبه للناس، حد جديد ومش معروف وشكله عيل وهبل وضارب جل وبتاع، وطالع عمال يخبط في الناس اللي الجامده اللي كل الناس بتحبها وبتاع. ده سعيد صالح حلف لك بالطلاق.
ايه قصه ايه ساعتها؟ انا مش انا عارفه تباصي خفيف بس مش عارفه بسمع يعني كل واحد بسمع منهم قصه كل واحد بتاخدي منه حاجه كده. ايه ايه بقى سعيد صالح؟ هو جف طبعا تحيه كبيره جدا للفنان سعيد صالح. فهو جه الفنان سعيد صالح دخل كويس، فانا عاده بيبدا الشو بتاع البرنامج بتاع الغلاسه ده من تحت من عند من اول البوابه. فهو بيجيبوا الكاميرا بتاخدك من الاول مش لا لا انا حتى لو ما فيش معايا كاميرا انا بعمل شو كده مع يعني هو داخل الفنان سعيد صالح وبتاع وقال لهم فين المذيع من بعيد كده فشاوروا له قالوا هناك اهو كده. فهو جاي عليا فانا واقف قدامي بتاع البوفيه فانا بمثل مع بتاع البوفيه يعني. فكوبايه الشاي بجنيه ليه؟ كوبايه شايف اي حته ب 50 قرش مش عارف ايه وبتخانق معاه. فتخيلي بقى فنان داخل شايف فين المذيع بيتخانق على 50 قرش كويس. فبص كده هو جاي يسلم عليا فلقى الحوار ده فعمل نفسه انه ما قالولوش ان انا وراح مكمل من ورايا وراح طالع على فوق. طلع قاعد فوق بقى شويه فانا عارف طبعا ان هو راجل يعني 50 سنه مسرح ومثقف جدا وبتاع. فدخلت قعدت معاه شويه قلت له قول لي اي حاجه عن المسرح عشان ما اعرفش حاجه عن المسرح ده خالص ما بحبوش وما اعرفش حاجه عنه. فقعد بص لي كده انت ما تعرفش حاجه عن المسرح ما تسالنيش فيه. قلت له طيب ماشي. المهم دخلنا الحلقه وبتاع انا عندي شويه معلومات طبعا مسرح الجامعه يعني عملت ان انا ايه دخلتها في بعض يعني. وجيت في وسط الحلقه طبعا ترخمت عليه قوي فلقيته ايه حلف بالطلاق ما هو مكمل الحلقه وبتاع وخرج على بره. خرج بره فقعدنا نتحايل عليه ونبوس راسه وكتفه وركبه وكل حاجه كويس. فراح داخل فهو داخل انا دماغي عماله تلف الراجل حلف بالطلاق ما هو مكمل طب هيعمل ايه؟ دخل كمل الحلقه وبتاع والجمهور راي الجمهور راي النقاد وحاجات مش عارف ايه بتاع وخرج وقلنا له انا قال ابو هزرنا وسقفنا وبتاع فخرج. فبقول له استاذ سعيد حضرتك حلفت بالطلاق وكملت الحلقه. قال انا مطلق من 15 سنه. بعد الشهرة والبرنامج والحاجات دي انا سمعت انه جالك حوالي 20 او 30 سيت كوم على طبعا هتكلم عن حرمت يا بابا بس حاجات المقالب الخفية دي وما انت ما رضيتش تعمل ولا واحد ليه بقى؟ بص اقول لك على حاجة يعني انا بعتبر البرنامج خلاص انا يعني مثلت قدام 60 نجم كويس؟ هعمل ايه تاني؟ في الحتة دي هعمل ايه تاني؟ لا بس في برامج ممكن تبقى برامج حواريه استفزازيه يعني مش لازم يكون البرنامج مقلب. اللعبه كانت حلوه وعجبت الناس الحمد لله اكتر 100,000 مره ما كنت اتوقع وده كرم من عند ربنا. خلاص ما ينفعش بقى تتعمل تاني. فانا اللي قلت انا مش هعمل برامج كاميرا خفيه او مقلب. قلت امثل. قلت امثل كان نفسي. حرمت يا بابا. حرمت يا بابا. ايه بقى ايه حرمت يا بابا والقصه دي جت لك ازاي والدنيا دي مشيت ازاي؟ الاول كان في كافيتشينو وبعد كده حرمت يا بابا. المنتج كلمني وقال لي في سيت كوم وبتاع وكده فانا قلت جوايا طبعا نجحت في كافيتشينو بقى يعني رايح بقى فاهمه ورايح شاحن كارت ب 100 ورامي الموبايل على البتاع وقاعد تمام يعني قلت خلاص. فروحت قعدت قدامه ايه بقى موضوع السيت كوم؟ فقال لي في عم حسن حسني. قلت له ايوه. ابتديت تركز بقى. قال لي اخراج احمد صالح. قلت له ايوه. قال لي ودور فلاح. قلت له هات الوعاء ده امضي. فمضيت في 10 دقائق في 10 دقايق بس بقى بت بقى جريمك شفتي تخبط لا انا عايز زعيقه من بتاعت هناك. بس نهدى ورا. يلا نبتدي يا ميسي. يلا 3 2 1 عامل فيا مقلب. لا خالص بس محدش كلمها. عارف لو طلع فيه مقلب ده هم اللي كانوا بيقولوا لي في الاول اعملي فيه مقلب قلت لهم مش هعرف اعمل مقلب ازاي. لا والله العظيم انا اكتر واحد بيتعمل فيه مقلب في الدنيا كلها. انت عملت مذيع وممثل عايزك تغني بقى. طب قولي انت حاجه وانا اقول معاكي عشان انا تبقى حاجه. نقول ايه؟ يا ليل يا باشا يا ليل
جاي يشبك. ده جاي يشبك صحيح. ده جاي يشبك ده بلغ. انت مش عايز تسمعنا صوتك ليه بس؟ بجد انا هموت واسمع صوتك. انا بقولت اغني معاك والله مش عارف اغني لوحدي كده. قولي وانا نتقابل في الفرح. نتقابل في الفرح اللي جاي. ميرسي قوي يا عمرو نورتنا بجد. اهدى بس انت. نشكر عامر رمزي يا جماعه. نروح فاصل نرجع لكم مره ثانيه.